انا بحب لما حد يكون هنا يقول لي على العافيه ابو محمد، على العافيه خالد، على العافيه حضره المزارع. انا بعتز وبفتخر فيها كثير. هذا الحكي ما بيعيبني، بالعكس بيعززني وبحبه. انا يعني هنا في ارضي، في شغلي، في هذه شجرتي. انا صفتي هنا في هذه الارض مزارع، مزارع فلسطيني محب منتمي للارض. في العمل هناك دكتور، احمل درجه دكتوراه في التاريخ منذ عام 2005، وبشتغل بوزاره التربيه والتعليم سنوات طويله. عائلتي ابوي وامي واهلي مهجرين، وبالتالي يعني سلبت ارضهم في عام 1948. لما ولدنا في هي الارض وفتحت عيوننا على الارض وعرفنا اننا مهجرين كابناء، يعني هناك ارتباط وجداني بيننا وبين ارضنا في بيت نباله. وبالتالي ابوي لما جاء من بيت نباله وشرى هي الارض اصبحت جزء من حياتنا. شجرة التين حقيقة ورثتها عن أبوي، أنا ما زرعتها، يعني أبوي اشتغل فيها قبل 30 سنة، ضميري ما بسمح لي إني أفرط فيها. أنا صار لي الشجرة هاي صار لي بشتغل فيها 40 سنة، يعني 20 سنة بعد أبوي و20 سنة وأنا طفل صغير، فهي جزء من حياتي. وبعلم أبنائي ينقلوا هذا القيم وحب الأرض وحب الشجرة لأبنائهم. إلى أصدقاء حقول يعني حاولوا يعززوا فكرة عندي أو يختبروني إنه ليش ما تبيع مثلا ظلم أو ظلمين، وش بدك بهالتعب؟ الأرض بالنسبة لي تراث وتاريخ، ما بفرط فيها. سعره غالي جدا التين لأنه قليل التين. عشان نشوف طريق قطعها. بتأثر بالظروف الجوية، بالأمطار، بالحرارة، شيء طبيعي إنه بتأثر، يعني كميته بتصير أقل. وأي شيء يعني هذه يعني معادلة طردية عكسية. لما بكون كمية الإنتاج أقل بالسوق بشكل عام بتكون السعر أعلى شوي. شجرة التين احنا بنشتغل فيها على مراحل، يعني ممكن نشتغل فيها على مدار الشهرين، كل اسبوع مره بنيجي على مثلا يوم السبت، بنيجي بنحط نقطه زيت على نونيه حبه التين، العجره هاي الخضراء بدها اسبوع كامل مشان حبه التين هاي تصبح ناضجه. الان بتم عمليه بيعه بطريقتين، اما احنا بنكون متعاقدين مع حدا، طبعا انا بالنسبه لي شخصيا اكثر من 20 سنه بعطي تيناتي لتاجر خضر يعني هناك، وزميلنا صاحبنا انسان محترم جدا، يعني بودي لهم بشكل مباشر. وفي ناس يعني بحطهم بالبسطة بيعهم بشكل دلالي. يعني ال 35 شجرة التين يعني حتى الآن صاروا دارين علي دخل 32,000 شيكل، وهذا الحكي بشكل سنوي.